اهلا وسهلا بكم مشاهدينا بحلقه جديده ومشوار جديد من برنامج طقس الرياضيه من على شاشه العراقيه الرياضيه. بدايه رمضان كريم عليكم وكل عام وانتم بالف خير. اليوم بطقس الرياضيه ضيف مهم جدا مع مواضيع واسرار ومعلومات جديده ومهمه وبنفس الوقت خاصه لطقس الرياضيه. خلوا نروح سويه انا وياكم ناخذ ضيفنا توصيله حلوه ومهمه ونتناقش بها وندردش بها طقس الرياضيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون صحتك؟ شلون امورك؟ شلون الاخبار؟ الله يحفظك. رمضان كريم عليك. كل عام وانتم بخير. وعلى عائلتك الكريمة، الله يحفظكم ان شاء الله، يا رب يعيد علينا باليمن والصحة والسلامة. علاقي ان شاء الله جميعا. امين على الجميع ان شاء الله. استاذ بداية نريد نعرف شلونك ويا رمضان، او رمضان شلونه وياك؟ يعني شهر مبارك يختلف عن بقية الاشهر، طقوسه تختلف عن بقية الاشهر. يعني العمل هو نفس العمل، ممكن يعني ارتباط الصبح يكون عندك، ايضا الظهر عندنا ارتباط في قناة العراقية الاخبارية، عمل موظف بشعب الرياضية، بعدها نرجع قبل موعد الافطار نلتقي مع العائلة نفطر سوية. هسه احنا نعتبر هذا السؤال الثاني، نيجي الى طقوسك في رمضان. هذا الموضوع اكيد باختلاف نوعا ما، على اعتبار انه صيام وافطار وفتره الليل تكون اوبن مفتوحه على الجميع. بس العفو، للاسف الطقوس اختلفت ما قبل الجائحه والان احنا في الجائحه. فعلا. يمكن كان عندنا فسحه من الوقت، يعني ممكن نطلع مع الاهل نفطر في احد المطاعم خارج المنزل، ايضا نطلع مع الاصدقاء بعد الافطار ممكن في مقهى، يعني يعني هاي الطقوس اللي كانت نطلع مع الأصدقاء الآن يمكن اختلفت بعد جائحة كورونا. أصبحنا أصبحنا يعني جالسين بالبيت أكثر وقت. بالضبط، يعني أغلب الوقت نقضي. بس قلت لك يعني الوقت يبقى مضغوط بحكم عملنا أكثر من عمل، بس يعني نفرغ نفسنا ما بعد أو قبل الفطور. الحين وقت السحور. ممكن الآن أصبح يمكن التلفزيون في شهر رمضان يختلف، برامج كثيرة، مسلسلات كثيرة، واحد ممكن يقضيها مع الأهل متابعة بعض المسلسلات بعض البرامج. فعلا. فقلت لك يعني قبل الجائحة كان في طقوس وبعد الجائحة في طقوس، يعني إذن هاي المتغيرات لابد إنه هي أثرت على الحياة بشكل عام. نعم. وعلى الرياضة بشكل خاص. صحيح. كيف ترى اليوم الطقس الإعلام الرياضي بشكل عام، يعني حار بارد معتدل؟ لا، هو طقس يعني برمته حار. حار دائما يكون يعني يشبه الصيف العراقي رحمه الله والديك، حار جدا جاف، يتفاعل مع الأحداث الرياضية. ممكن يكون بحرص أكثر من اللازم. بس أنا يعني أشبهها بالطقس الحار، يعني بفصل الصيف اللي هو يعني دائما متفاعل مع الأحداث، مواكب للأحداث. يعني على مدار الأزمة تقريبا جميعها يعني. طيب، أريد نعرف من حضرتك نسبة الحيادية والانحياز في الإعلام الرياضي. والله حتى ما أكون متشائم، للأسف يعني الانحياز صار أكبر من الحيادية أو الحياز، يعني طغى على المشهد الصحفي والإعلامي. بالضبط. يمكن حتى قد أنا ما أكون متشائم العفو، يعني ممكن 70% في انحياز 30% حيادية إذا مو أقل. يعني ليش هاي النسبة أكبر؟ يعني نرفع القبعة لبعض الصحفيين اللي هم تمسكوا بمهنيتهم بآرائهم وبقراراتهم. قلت ليش هاي النسبة زادت؟ ست حنان، خد نكون صريحين، للأسف كثير من الطارئين اللي دخلوا مجال الإعلام والصحافة أثروا سلبيا على هذا المجال. يعني حتى أصبح يقال يعني مثل الصحافة أصبحت مهنة من لا مهنة له. اللي هي كانت صحافة اللي هي صاحبة المتاعب، يعني مهنة المتاعب. فعلا. كانت السلطة الرابعة. فللأسف يعني نقول
كثير من الناس اللي هم ما لهم علاقة أبداً لا من قريب ولا من بعيد أصبحوا يصدرون المشهد الإعلامي الصحفي اللي هو ممكن أيضاً ما عنده أدوات اللي تساعد تحقيق النجاح للأسف. يعني بدون مقومات أبداً ستحنان. طيب يعني شنو رأيك يعني على ذكر الانحياز شنو رأيك بموضوع المحسوبية والمنسوبية والمجاملات اللي أيضاً أثرت بشكل كبير على الإعلام الرياضي؟ ستحنان أصبحت طاغية للأسف المحسوبية والمنسوبية. نعم. يعني أصبحت بشكل يعني لا يطاق شخص ما تسلق أحد المناصب بالرياضة تشوفين الناس اللي محسوبين على الصحافة صاروا بجنبه يتقفون الأفكار اللي هي خاطئة بالتأكيد. نعم. فللأسف يعني أصبحت يمكن جزء كبير من الصحفيين الكبار المحترمين نسبة ضئيلة جزء كبير من الصحافة من الصحفيين المحترمين هذا الجزء الأكبر. نعم. لا عفوا الصحفيين الكبار المحترمين أصبحوا يعني منزوين عن مشهد الإعلام الصحفي ما يريد يلطخ تاريخه بأمور أنه للأسف هي سلبية يعني عكس على واقعنا الرياضي بس أنا أحكي على الصحافة والإعلام فسحان أرجع أقول للأسف الطارئين يعني ماكو ميثاق شرف ماكو شروط لدخول هذه المهنة أو تلك ده نحكي إحنا بس على الصحافة فللأسف يعني هواية عضعضت هواية الصحافة حتى ممكن ست حنان نقول انتظرت للأسفل سابقا يعني قبل سنوات قليلة يمكن كانت 30-40 صحيفة الآن عدد صابع اليد الواحدة يعني تقلص العدد جدا ست حنان جدا. طيب هذا الموضوع يدعوك للشد أحيانا أو الاسترخاء يعني في عملك الإعلام الرياضي صح ست حنان أنا من 2004 بالصحافة نعم اشتغلت أكثر من صحيفة ووكالة يعني شغلي بالقناة العراقية الإخبارية بالإعلام أيضا مكتب إعلام اللجنة الأولمبية دائما أكون مجدود دائما يكون لي يعني عندي حافز كبير إنه حق نجاحات والحمد لله حققت ما أريده أو ما أصبو إليه بالصحافة فأنا أشوف وقتنا يعني ماكو وقت للاسترخاء على طول شد دائما مجدود يعني ست حنان توصل أمور العفو يعني الله شاهد علي إذا ما عندي أخبار يبين علي أنه أنا مزعوج ما مرتاح لأن ماكو مثلا أخبار صحفية اليوم تحس أنه أنت مقصر نعم تجاه عملي أو تجاه نفسي تجاه أنا تجاه نفسك اللي المهنة اللي حبيت واشتغلت بها والحمد لله حققت نجاحات يعني الناس تذكرها مو أني فأكون دائما مشدود ومسترخي يعني مرات العفو حتى مرات ما أكون يوم بالصبح صح يعني أنت رغم اللي حققته في حياتك المهنية لحد الآن غير راضي تماماً أو في طموح للمزيد ما زلنا نتعلم سبحانان مهما نكبر ما زلنا نتعلم صار يمكن 17 سنة في عمر الصحفي لكن ما زلت أتعلم من أساتذتي الكبار أتناقش مع زملائي مهم التعلم لكن نسألك كم هدف حققت في حياتك إضافة إلى أنه الهفوات أو حالات التسلل اللي صارت في حياتك نقول ممكن هاتريك ممكن سوبر هاتريك ممكن أكثر يعني الحمد لله إلى على الصعيد الشخصي زوجت المرأة اللي أنا أحبها كونت أسرة محترمة شكرا جزيلا عندي أولاد 2 حسن 13 سنة ويوسف 11 سنة أولاد؟ أولادي حسن ويوسف ماكو بنات الحمد لله شكرا على كل شيء والبنية مهمة بالبيت جدا يعني. أتمنى بنية بس رب العالمين كاتبها نقول الحمد لله على كل حال والدي الله يرحمه قبل ما يتوفى وراضي علي الحمد لله الوالدة راضي علي ست حنان تعرفين يعني ما عدا نعمة الصحة نعمة محبة الناس نعمة يعني لازم نشكر رب العالمين عليها هي أفضل من لا يشكر الله لا يشكر الناس لا يشكر الله يعني نعمة الحمد لله شكرا أني أحسد نفسي عليها محبة الناس يمكن يعني نعمة فضيلة من رب العالمين أنا أتمتع بها علاقتي بالوسط اللي أعمل به علاقة محترمة جدا ما عندي مشاكل يعني الحمد لله وشكر يعني حققت أهدافي الحمد لله هسه إحنا نجي إلى قضية الفوز والخسارة والتعادل أين تجد نفسك بين هذه الأشياء
ارجع ممكن السؤال اللي قبله، انا فائز الحمد لله وشكر، فائز محبه الناس، فائز قبلهم رضا الوالدين. نعم. واللي اتمنى ان شاء الله انه ارضى ببدا رب العالمين. يعني اسره كونت اسره محترمه، علاقاتي اكثر من جيده مع اصدقاء خارج الوسط وايضا اصدقائي بالوسط الصحفي والاعلامي، حتى علاقاتي مع الرياضيين محترمه. المهنه اللي امتهنتها الحمد لله يعني نجحت بها الى حد ما، بشهاده الناس اللي هم اصحاب فضل عليه بعد رب العالمين، بشهاده اصدقائي، عندي علاقات طيبة مع الأصدقاء، يعني الحمد لله أشوف نفسي أنه فائز. نعم، رغم أنه أحيانا نشعر أنه عندنا أشياء متكاملة، عندنا نعم كثيرة بحياتنا، بس لابد أنه في محطة ما من حياتنا نتعرض للظلم. صح. فسؤالي إليك، كم مرة تعرضت للمظلومية من سافرة الزمن؟ ست حنان، حتى نكون بشكل أدق، أنا ما أعتقد الزمن ظلمي بقدر ما ممكن الناس، بعض الأصدقاء والأصدقاء ممكن، يعني معاملة الناس. نعم نعم، الزمن ما يظلم أحد، تقريبا هم الناس للأسف اللي يظلمون. لا. ممكن أرباب العمل اللي هم ممكن مسؤوليك في العمل، اللي يعني فترات متباعدة أو على مدار 17 سنة قضيتها بالصحافة لحد الآن. نعم. أكو ظلم بسيط، أكو أصدقاء مقربين ظلموني بقصد أو بدون قصد. يعني بس هاي أقول الحمد لله وشكر، أنا يعني ما عندي مشكلة وياهم، أنا مسامحهم، يعني ما عندي شيء. بس أرجع أقول إنه الزمن ما ظلم، الناس هم اللي ظلموني. الأصدقاء أو المقربين. مقربين جدا جدا ست حنان، بدون ذكر أسماء. يعني ممكن يعني خلوني أشعر بصدمات لحد قريب يعني. وأيضا ست حنان ممكن مسؤوليك بالعمل يعني يظلمون، ممكن بقصد أو بدون قصد، بس أهون وأخاف من ظلم الأصدقاء. أكيد. لأن الأصدقاء مقربين جدا، أقوى تكون. نعم. عاطفياً صدمتها. نعم 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 نعم، تأثرين جدا. هذا الموضوع طبعا. أين تضع نفسك بين هذه المراكز، حارس مرمى، مدافع، مهاجم، في الأعلام الرياضية؟ خل أختار خط الوسط. إحنا بعيد عن الإعلام، أبداً أبداً أبداً، أفهمك عليها. بعيد عن الإعلام، حتى من كنت نلعب من عندنا فرق شعبية أو في صالات مغلقة، نعم. أحب أصنع الأهداف مو أسجلها، يعني تصنع الفرصة لزميلك. طيب. بالصحافة انعكست أيضاً، يعني هم مدار 17 سنة صار عندنا خبرة وتجربة، فدائما أحب أنقل هالخبرة والتجربة ومساعدة الناس إلى أصدقاء المقربين. أي شخص عنده استفسار، عنده مساعدة، أبداً ما أسد الباب. هاي مو كل الناس يسووها، مو متحن، بس هاي تعلمناها من الوالد الله يرحمه، من اساتذتي الدكتور هادي عبد الله، الدكتور عمار طاهر، استاذ سعد النجواد، في ناس محترمين كبار علمونا انه نقدم مساعدة الاخرين، لان احنا هاي دورة الحياة. نتوقف عليك، تجي وراك اجيال واجيال اجيال. ويمكن سلم النجاح يتطلب جدا مثل هكذا اسلوب. نعم. في الحياة. نعم، راح تكسبين اصدقاء محترمين، راح تشكلين فريق عمل ناجح. فأنا أشوف أنه خط الوسط، أحب يعني أحب هذا المركز أنه صانع للألعاب ويقدم مساعدة للآخرين. نعم. بشكل عام. طيب لو حاليا أنا انطيتك كارت أحمر. نعم. لمن أو لأي الأشياء تستخدمه، أو من هو اللي تريد أن ترضى من حياتك أو تستخدم لهذا الكارت الأحمر؟ ما أحطي لناس بقدر ما أنطي للحزن. يعني حزن. يعني خلال السنوات الأخيرة تعرضت لوايا حالات حزن، آخر قبل أشهر فقدان والدي نتيجة مرض، أيضا ست حنان يعني كباتن أحمد راضي، علي هادي، صباح الجليل وإلى آخره، عندنا موظف محترم بالأولمبي مدير علاقات يوسف خوشاب فقدناه، أم صديق قبل سنتين فقدتها، يعني صديق مقرب إلي، فأعطي كارت أحمر للحزن. وعذرا للمقاطع، يمكن حتى العلاقين طبعهم يعني الحزن مسيطر على حياتهم فعلا، يعني من سنين طويلة يعني، أو من جيل إلى جيل، تحس أنه هذا الموضوع مرافق الفرد العراقي، عايش ويانا الحزن، عايش ويانا. فقدنا ناس كثير بالحروب، لحد الآن احنا نحارب، الناس اللي ميت من خير البلدنا، نكبات كثيرة. فنقول الحمد لله، شكرا مكتوب، نحمد الله وشكرا على كل شيء. طيب أستاذ، يعني تمتلك الشجاعة بأن تقول هذا الشخص أو فلان بالاسم كان تصرفي معه فاول؟ ست حنان، أرجع ذكرت لك إياه، الحمد لله إن شاء الله أكون صريح، أنا شجاع، من أخطأ أعتذر. نعم. والاعتذار من شيء من الرجال ست حنان. نعم.
بس بالعكس لو نعكس الصوره لا اكو ناس هم ظلموني وقلت لك يعني انه تكون مظلوم ولا تكون ظالم. نعم شعار. نعم 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 دائما ادعي حتى بصلوات انه يا رب اكون مظلوم ولا ظالم. فاكو ناس قلت لك حتى مقربين جدا مني وللاسف هو هذا اللي يزيد الالم يعني يضاعف ويزيد الطين بله انه هم اصدقاء مقربين يظلموك فاني يعني لو تنعكس الصوره لا المفروض هم يبادرون بالاعتذار او بشجاعه الاعتذار. من خلال الثقافه المفقوده نوعا ما للاسف يعني الحمد لله نقول لأخوة تقلبت من خلال شهر رمضان المبارك. انا اصلا يعني عبر شاشتكم انه انا اسامح الكل ما عندنا اي مشكله لين ست حنان ممكن اليوم وياك باكر انا يعني بغير مكان بالضبط. نعم الحياه يعني ما تستحق انه الزعل والظلم والمغالاه ابسط من هيك ابدا ابسط من هاي التعقيدات. للاسف احنا معقدين امور ست حنان على نفسنا ونفكر ونزعل ونتعصب وممكن ننزوي بمكان لا ما اعتقد حد يستحق هذا يعني المفروض يكون تسامح موجود السلام الود العلاقات الطيبه ست حنان اذا تشوفين حياتنا زائله بالضبط. طيب على ذكر الحياه برايك استاذ الحياه تشبه اي لعبه رياضيه حسب وجهه نظرك؟ يعني ما دام بالصحافه وقريبين احنا على الرياضه اشبهها بكره القدم لعبه كالروفر يوم لك ويوم عليك وربح وخسارة ومفاجآت نعم نعم كل شيء تشمل الحياة وسبحان الله يعني ممكن بالضبط التشبيه كرة القدم يعني بس كرة القدم مو تحس انه فيها روح الجماعة اكثر ولا شوية الحياة تفقد هذا الموضوع؟ صحيح صحيح المفروض نتحلى بهذا الامر يعني على حد قولك انه روح الجماعة مساعدة الاخرين صحيح بس يعني احنا شبهناها بكرة الفر يعني هم بيها اشياء ايجابيه وهم بيها اشياء سلبيه ست حنان ونتمنى نكون يعني دائما نشوف الايجابيه اكثر طاغيه على حياتنا احنا العراقيين نتمنى احنا بهاي التوصيله اكيد موديك المكان تسولف ويا هذا المكان وتسولف وياي ولهذا راح نعطيك هاي النظاره تلبسها حتى تقريبا وصلنا احنا لهذا المكان وراح يكون مفاجاه لك تفضل جميله تكون النظارة جاهزة بدون ما تشوف أي شيء طبعاً لأنه راح يكون مفاجأة لك وبنفس الوقت راح نخليك تأخذ وقتك مع هذا المكان. الله يخليك وإن شاء الله نكون يعني ضيوف خفيفة تظل عليك إن شاء الله بالعكس أهلا وسهلا بك وشرفت اليوم. أشكرك بالتوفيق لبرنامجكم وجميع برامج القناة الرياضية العراقية. شكراً وهاي تقريباً راح نوصل للمكان. ملعب الشعب يعني صرح رياضي كبير نعتز به ويعني يفتخر به العراقيين عدد من الانجازات اللي تحققت على ملعب الشعب منتخباتنا الوطنيه ذكريات جميله يعني في ذاكرتي ملعب الشعب احملها يعني منذ الطفوله هو يمكن احد الاماكن المفضله عندي يعني تقريبا كل اسبوع نجي ملعب الشعب مع الاصدقاء نشجع الفرق اللي نحبها ونعشقها عاشرنا وعاصرنا نجوم منهم رحلوا منهم اعتزلوا النجوم اللي رحلوا الى رب العالمين ابرزهم محمد راضي الله يرحمه المرحوم علي هادي المرحوم كريم سلمان مدربين اللي عاشرناهم وعاصرناهم عمو بابا الله يرحمه الكابتن صباح عبد الجليل الكابتن ناظم شاكر كثير من المدربين كثير من النجوم اللي عاصرناهم وشجعناهم وصفقنا لهم يعني ذكريات اكثر من جميله مرحله الطفوله مع اصدقائنا يمكن شهدت هواي مباريات ومباريات مهمه المباراه اللي الجمهور قاعد على التارتان اللي جمعت بين الزوراء والشرطه فاز بها الزوراء 1-0 اللاعب كريم صدام كنت حاضر بها ايضا القمم الكرويه تجمع الزوراء والجويه الجويه والشرطه الجويه والطلبه كثير من المباريات كنت حاضرها مباريات المنتخب الوطني بعد يمكن شهدت فتره من الفترات رفع الحظر عن الملاعب العراقيه تصفيات يمكن 2002 لعبتنا مع ايران خسرنا بها 2-1 مباراه قبلها مع البحرين
اعتقد فزنا بيها 1-0. يعني ذكريات اغلبها جميله. يمكن ايضا اخر مباراه النجم الراحل احمد راضي عام 1998 اللي فاز بها الزوراء على الكرخ 3-1 وحصل على لقب درع الدوري. انا التقطت ويا صوره ويا النجم الراحل، وايضا وقع على كتاب الساحر اللي تاليف استاذ زيدان الربيعي. بعد انضمام للصحافه 2004 هوايه ملعب الشعب هوايه شهد حواراتي مع المدربين النجوم. عمو بابا التقيت به، الكابتن راضي شنيشي، الكابتن ايوب ديشو، لاعبين النجوم على عبد الزهره، محمد قاصد، كثير لؤي صلاح، احمد صلاح، كثير من النجوم يعني جمعتنا هنا علاقه بهم. وايضا صار هنا ماده دسمه كان ملعب الشعب للحوارات الصحفيه مع رؤساء الانديه، المدربين، اللاعبين. ملعب الشعب يعني صرح رياضي نفتخر به، صار له 55 سنه من تم انشائه. ملعب الشعب عانى ما عانى، خاصة خلال فترة الاحتلال. ما بعد الاحتلال يمكن السيد نجربان برزاني مشكور قام بحملة إعمار الملعب أكثر يمكن من 3 مليون دولار. بعدها شهدنا تبديل الأرضيات، كل سنة تبدل أرضية ملعب الشعب. ملعب الشعب يمكن مدرجاته أصبحت ما تستوعب يعني شغف الجمهور العراقي المحب للأندية، المحب لمنتخباتنا الوطنية. يعني نتمنى من الدولة الحكومة الابتعاد بعض الشيء عن المصالح الشخصية، المصالح الضيقة، الاهتمام قدر الإمكان بالرياضة اللي هي تشكل يمكن 60-70% من متابعة الشعب، الجمهور، يمكن حتى 60% من مجتمعي مثل شريحة الشباب. مشكورين الوزراء اللي تعاقبوا على وزارة الشباب والرياضة أنه قاموا بحملة إعمار ملعب الشعب، لكن نتمنى أنه المدرجات يصير توسعة. يعني حرام ملعب الشعب 40,000 متفرج يمكن ما يناسب شغف ولع الجماهير الرياضية بمنتخباتنا بأنديتنا. نتمنى يكون توسيع المدرجات ملعب الشعب، الاهتمام بالمرافق الأخرى للملعب، القاعات، يكون مجمع ملعب الشعب مجمع يليق بجمهورنا الرياضي، يليق بدولتنا، مدرجات تستوعب هذا الشغف الكبير لجماهيرنا، لأن احنا مقبلين إن شاء الله على رفع الحظر على ملاعبنا. ما أعتقد الأمر يبقى إلى مدى بعيد، فراح ترجع ملعب يرجع يستضيف مباريات منتخبنا، مباريات أنديتنا سواء قارة آسيا أو على الصعيد العربي. لذلك المسؤولين على الدولة ملزمين بتوسيعة ملعب الشعب، ملزمين بقدر الإمكان الاهتمام بعض الشيء بهذا الصرح الرياضي اللي مو بس العراق يفتخر به، حتى الدول المجاورة تفتخر بهذا الصرح الرياضي.